تعتبر غابات الأمازون الممطرة نظاماً بيئياً عملاقاً وموطناً لمخلوقات استثنائية ورائعة كالنمور والضفادع القفزة السامة. ورغم كل المخلوقات التي تجري، تزحف وتطوف خاصة في الغابة، فهي لا تمثل المواطن الوحيد للحياة البرية. فغابة الأمازون بحد ذاتها، والتي تحتوي على أكبر بحيرة على الصعيد العالمي، تخفي مخلوقات رهيبة ومتعطشة للدماء، إلى درجة أنه بعد مشاهدتك لهذا الفيديو ستبدأ باعتبار الذهاب إلى بحر مليء بأسماك القرش كرحلة بحرية مريحة. إذن سنعرض عليكم 10 أخطر مخلوقات بغابة الأمازون. التمساح الاستوائي الأسود. هو في الأصل تمساح محقون بمنشطات، بإمكان طوله أن يبلغ 6 أمتار، كما يملك جمجمة أكبر حجما مقارنة بالتمساح النيل. يتغذى هذا الأخير تقريبا على نفس قائمة السلسلة الغذائية للكائنات البحرية، فقط بكمية وقسوة أكثر، مما يعني أنهم يأكلون أي شيء اقترب من أسنانهم عن سوء حظ، بما في ذلك أسماك البيرانا، القردة، أسماك الفرخ، وثعبان الأناكوندا، كما أن البشر يعدون على القائمة أيضا، ويفضل وضعهم في خانة التحلية. الأناكوندا. ومواصلة لموضوع الزواحف العملاقة، تعرفوا على أكبر أفعى على الصعيد العالمي الأناكوندا، والتي تعيش بدورها في الأمازون. رغم أنه بإمكان الثعابين المشتبكة أن تنمو أطول، إلا أن الأناكوندا هي الأثقل حجما، كما أن الأنثى تكون عادة أكبر من الذكر، بحيث يصل وزنها إلى 250 كيلوغرام، وطولها إلى 9 أمتار و30 سنتيمتر في القطر الواحد. الأناكوندا غير سامة كالعديد من الثعابين الأخرى، فهي تقتل فريسها عن طريق الخنق، مستخدمة قوة عضلاتها الدائرية الخارقة. تتغذى هذه الأخيرة على النمور، التماسيح، وحتى الغزلان. أرابيما، المعروفة أيضا باسم بيراروكي أو بيش، هي سمكة عملاقة لاحمة، والتي تعيش في نهر الأمازون أو بحيرات مجاورة. بما أن هذه الأخيرة مذرعة بزعانف حامية، فلا تجد أي إشكال في السباحة بمناطق مزدحمة بأسماك الضار المفترسة. تعتبر هذه السمكة قاتلة ناجحة، بحيث تقتات على أسماك أخرى، وفي بعض الأحيان على جثث الطيور. تحرص سمكة أرابيما على البقاء قرب سطح الماء، فبالإضافة إلى الهواء المذاب التي تستخرجه من الماء، فهي بحاجة إلى الوصول للسطح لاستنشاق هواء إضافي، وعند ظهورها على سطح الماء تطلق صوتا يشبه العربة. بإمكان هذه الأسماك أن تنمو ليبلغ طولها 2.7 متر ووزنها ما يقارب 90 كيلوغرام. تعتبر هذه السمكة فريدة، فهي تملك أسنانا على اللسان. كلب الماء العملاق. تعتبر هذه الكلاب من أكبر الأنواع المائية، فهي تملك أطول جسد مقارنة بكل الماستيلداي، والتي تنتمي إلى فصيلة ابن عرس. يستطيع ذكور النمو إلى أن يبلغ متران من الأنف إلى آخر الذيل، وهي تتغذى أساسا على اصطياد الأسماك وسرطان البحر بمجموعة تتكون من 3 إلى 8 كلب بحر. كل واحدة منها تستطيع أكل ما يقارب 4 كيلوغرام من طعام البحر. ربما ستبدو لك كمخلوقات لطيفة، لكن لا تدع مظهرها المكسو بالفرو يخدعك، فهي لا تقل خطورة عن باقي الكائنات القاتلة على هذه اللائحة. فهناك حالات مسجلة أكلت فيها كلاب البحر العملاقة 8 من ثعابين الأناكوندا البالغة، كما استطاعت قتل نمر بكل سهولة. خلال ملاحظة عملية لمجموعة من كلاب البحر، تمت مشاهدتهم وهم يفترسون نمرا يبلغ طوله 1.5 متر في أقل من 5 دقائق. كاندورو أو السمكة الشبح. لا تعتبر الأمازون مميتة فقط بسبب المخلوقات العملاقة، بل هناك مخلوقات مخيفة رغم صغر حجمها. إن أسماك السلور الصغيرة هذه، والتي تشبه طفيليات الماء العذب، معروفة للأسف بقدرتها على دخول مجرى بول المعتوهين الذين يقررون التبول في النهر، وبعد دخولها إلى المسالك البولية لتتشبث هناك بفضل الأشواك التي تنمو قرب خياشيمها. وفي الأيام العادية، حيث غياب تبول الأشخاص والثدييات، فهذه السمكة تقوم بالتشبث بخياشيم أسماك أكبر وتمتص دماءها استعمال أشواكها. بول شارك أو قرش الثورة. إن القروش في حقيقة الأمر ليست مخلوقات تعيش في المياه العذبة، بل هي تفضل مياه البحار المالحة، ولها قدرة رائعة على العيش في الأنهار. في بعض الأحيان ابتعدت هذه القروش من الأمازون لتتم مشاهدتهم في مدينة إكويوتس بالبيرو. السر وراء تأقلمهم هذا يكمن في كليتهم التي تنتظم وفق مقاييس الملوحة في المياه المجاورة، وتغير وظيفتها وفقا لذلك. هذا النوع من الأسماك لن ترغب بتاتا مصادفته في النهر، عادة ما تنمو إلى 3 أمتار. وأكبر سمكة تم اصطيادها تزن 312 كيلوغراما، كما أن هذه القروش لا تمانع أكل لحم البشر، بل حتى أن هذا النوع من القروش يعتبر أكثر الأنواع هجوما على الإنسان، ليليها النمر القرش والقروش البيضاء العظيمة في المركز الثاني والثالث. إلكتريك إيل أو ثعبان البحر الكهربائي.
في الواقع تشبه هذه الأخيرة بقيان وثعابين البحر وأسماك السلور، لكنني لن أنصحك بالاقتراب منها قصد التحقق من الأمر. هذه الثعابين يصل طولها إلى 2.5 أمتار، وبإمكانها تكوين شحنة كهربائية بفضل أجهزة جانبية خاصة. يمكن لقوة الكهرباء أن تصل إلى 600 فولت، والتي تسبب عجز القلب والرئة، فقدان الوعي، والغرق بعد هجوم مميت وشائع. سمكة البيرانا ذات البطن الأحمر، تمثال رعب الأمازون الحقيقية، بحيث تعتبر مصدر إلهام للعديد من مخرجي أفلام الرعب. تقتات هذه الأسماك أساساً على بقايا الطعام، لكن ذلك لا يمنعها من افتراس مخلوق بصحة جيدة إذا سنحت لها الفرصة. تكبر هذه الأسماك لتبلغ 30 سنتيمتراً، وعادة ما تتنقل على شكل مجموعات كبيرة مشكلة تهديداً حتى لأكبر الكائنات. كباقي فصائل أسماك بيرانا، فإن سمكة البيرانا ذات البطن الأحمر تمتلك أسناناً جد حادة، بحيث أن الفك العلوي والسفلي يلتقيان تماما ليكون أكبر عضة من بين الأسماك العظيمة والحيوانات الفقرية بما في ذلك هاينس. إنها آلة مصممة للقتل، فهي تتمتع بفك من الأسنان الحادة وعضلات فك قوي لتحركها. أخذت هذه الأسماك سمعتها السيئة بسبب نظام غذائها الجنوني، وذلك عندما تلتف مجموعة منها حول فارستها لتقوم بقتلها وافتراسها خلال دقائق معدودة، تاركة بعض العظام فقط. سمكة بيارا تعتبر مفترسة شرسة بإمكانها التهام سمكة تبلغ نصف حجمها. سيبدو هذا مبهراً إذا علمت أن طول سمكة بيارا قد يصل إلى 1.2 متر. يتكون نظامها الغذائي عادة من أسماك البيرانا، وهذا قد يعطيك فكرة عن مدى خطورة شفرتها الحادة. إن فكها السفلي يتكون من سنين يشبهان الخنجر، ويبلغ طولهما 15 سنتيمتراً، تستعمل لطعن فرائسها. تامباكي، هناك مخلوق في غابة الأمازون يشكل خطراً على الرجال أكثر من النساء، يدعى أيضاً باكيو الأسود، وهو من فصيلة سمك بيرانا، غير أنه أكبر حجماً بقليل، وهو معروف بأسنانه التي تشبه أسنان البشر. ما يختلف به هذا الكائن عن باقي المخلوقات المفترسة المذكورة في هذه اللائحة هو أنه غير لاحم، بحيث يقتات على الفواكه وجوز الهند التي تشكل معظم تغذيته. غير أن المشكلة المطروح هو أن هذه الأسماك غير ذكية كفاية لتفرق بين جوز الهند الحقيقي، وأنتم تعرفون ما عنيها. هناك حالات قليلة قامت فيها هذه الأسماك بقضم خصيتي السباحين، وفي منطقة بابيا بغينيا الجنوبية توفوا لأن هذه السمكة قامت بالخلط لتفترس خصيتهم بسهولة. شكرا على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل أعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. تابعنا أيضا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط أسفل الفيديو.